معكم مشاهدينا بالجزء الثاني من حلقة اليوم من حقك بإيدك، ورحبوا معي برئيس تجمع الصناعيين بالبقاع، سفير المذاق اللبناني إلى الخارج، الأستاذ نقولة أبو فيصل. مساء الخير. مساء الخير مدام باسكال، أهلا وسهلا إليك فيك. ولضيفك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. خير. شو المشاكل اليوم يلي بيعانوها الصناعيين بالبقاع؟ يعني هيدا عنوان كتير كبير، شو المشاكل؟ ما فينا نعدد المشاكل، بدها حلقات. نعم. شو الحلول لبعض المشاكل قدرنا عملناها نحن كتجمع صناعيين بالبقاع نعمل؟ حلو، متفائل، تفضل. تحت راية جمعية الصناعيين. نعم. ليكي بدي شغله، دائما كل اللي بيعرفوني بيعرفوا انه نحن بنضخ امل وواقعيين، ما بنقشع الامور وما بنكبرها اكبر من حجمها، ولا عندنا التفاؤل دون كيشوت وماشيين ما عارفين وين رايحين. حلو. قبل ما حييك. نعم. على بدي اقول انه مش على طول الازمات بتجيب مصايب، في اوقات بتجيب تصحيح للعلاقه اللي موجوده. صحيح. مثل ما صار معنا حاليا بالكوفيد 19 وبالازمه الاقتصاديه والماليه والانهيارات والوباء والبلاء والغباء وعديهم كلهم، صار في ثلاث نتائج. نعم. اولا العلاقه بين الخالق والمخلوق، بين الانسان وبين ربه تغيرت، عالم كثير رجعت لله. العلاقه بين اللبناني والارض، كان هام الارض وتركها، رجع كمان. تفضلتي بالاطروحه الجامعيه اللي عملتيها عن الزراعه انه 6000 دنم ارض، وبعتقد السنه القادمه حوالي 10000 دنم، وبعتقد انه زادت الصادرات. حلو. اللبنانيه 700 مليون دولار، ما يقارب ال 20%. نعم. بدي اختم لاقول كمان العلاقه بين المستهلك اللبناني والمنتج اللبناني بالسوبر ماركت صارت جيده، صار في مطارح اكثر عم تاخذ منتجات اللبنانيه، رفوف اكثر بالسوبر ماركت، بغض النظر عن بعض تجار الازمات اللي عم بيحبوا البضاعه. وما بدنا نعمم، في تجار شرفاء وفي جمعيه مستوردين وجمعيه سوبر ماركت، بنعرف رؤسائهم وبنعرف اعضائهم وكمان كل التقدير لهم. لنروح على الاجوبه اللي تفضلت فيها حضرتك. انا تابعت شو بدكم من الدوله اليوم؟ شو اللي بتطالبوا فيه الدوله اليوم؟ يعني حتتفاجئي بالجواب، يا ريت الدوله بتتركنا بحالنا، يتركونا نشتغل، ما يعرقلوا، نحن عم نجلد حالنا على طول، بنحط عراقيل. عندنا وزراء اليوم البعض منهم، خليني اقول بالزراعه والصناعه. نعم. دكتور حبيب الله والدكتور مرتضى، نحن محظوظين فيهم، نقدر ناخذ ونعطي معهم، فينا نلقط التليفون باي وقت بندق لهم. كمان المدراء العامين، استقبلتي من حوالي 20 يوم سعاده مدير عام وزاره الصناعه. نعم. استاذ داني جرعون، تابعت الحلقه معك منيح، واليوم مع المهندس لويس صحوت سعاده المدير العام، فيري اكتف، كل العالم تشهد بنشاطه. وعم نوصل لمرحله نحن منردد مع المهندس صحود، التآمر على الزراعة والصناعة لا يزال مستمر، في غباء بالتعاطي بالاتفاقيات التجارية. قلنا مرارا، حكينا كثير انه الوزراء اللي وقعوا على الاتفاقيات التجارية او اغبياء او مرتشون البعض منهم او الاثنين معا، ما بعرف وين بدنا نروح الليلة. انا بدي اوصل معك لمطرح، فينا نراجع الاتفاقيات. طرحنا مع السفارة المصرية مراجعة الاتفاقيات، كانوا متجاوبين. حقيقة نحن عم نلتزم بالاتفاقيات التجارية بحذافيرها، بوقت الدول اللي نحن موقعين معها عم تاخذ من الاتفاقية ما يناسبها، يعني بيعرقلوا هن البضاعة بطريقة غير مباشرة، بيأخروا لها الفحوصات المخبرية تبعها، بيأخروا لها دخولها إلى المخازن للمستوردين. موضوع شائك. مشاكل الصناعيين معظمها هو نتيجة تراكم أخطاء. لما بنحكي بهالموضوع البعض بينتقد، ما كان بدهم يعملوا اقتصاد منتج في لبنان على مدى سنوات عديدة. طب ليش؟ شريته لتريته. ما بعرف. هيدا الموضوع الهدف كان منه إغراق الأسواق البضاعة المستوردة وتحسين العلاقات بين بعض الوزراء اللي موجودين أو قيمين على الوزارات
مع الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، مع الدول شو اللي العربية، مع تغير اليوم؟ تركيا، مع مصر. شو اللي تغير اليوم؟ تغير اليوم، نحن أخذنا قرار كلنا سوا كصناعيين إنه في عنا خطوات عم نفوت فيها. الرزقة اللي كنا ننطر لتيجي لعنا ما عم ننطرها، نحن عم نطلع لنجيبها. عم نحاول نشتغل على تطوير هالعلاقات من خلال الملحقين الاقتصاديين اللي موجودين بالانتشار اللبناني، واللي عم يشوفوني هلا، واللي حقيقة هيدا أحسن مشروع عمل بين وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية اللبنانية، وبمجهود كثير كبير لمدير العلاقات الاقتصادية بوزارة الخارجية اللبنانية، عم بيكون في متابعة مع جمعية الصناعيين كمان بويبينارز عم ينعمل بشكل دائم لتحديد المشاكل الموجودة بالدول اللي نحن عم نصدر عليها، والعمل على تسديد هالعقبات هيدي. بوقت ماضي ما كان هيدا موجود، هيدا الاوبورتونيتي اللي عم نحكي عنه هلا ما كان موجود قبل. بيرجع كمان صار في ثقافه عند الصناعيين اكثر وتدريب. بدنا نشهد لوزاره الزراعه انه كانت عم تشتغل، بما انه المصانع كمان منهم تابعين فقط لوزاره الصناعه. الصناعيين حقيقه بدي اقولها على الهواء الليلي، مش معروف مين بيهم، لانه مره وزاره الصناعه بتفوت هي وزاره البيئه، وزاره الصحه، وزاره الزراعه. كان طلبنا انه يكون في شباك مشترك لكل الوزارات للتواصل من خلاله ولتسهيل عمل الصناعيين لنطلع بصادرات اكثر. نعم. عندي اعتقاد انه اليوم بالازمه اللي نحن موجودين فيها والحصار اللي نحن موجودين فيه هلا، نسبه الاستيراد تدنت حوالي 10 مليار نتيجة ركود الأسواق، نتيجة ضعف القوة الشرائية عند الناس، ونتيجة عدم توفر الفريش دولار، نتيجة حجز المصارف لأموال المودعين. هيدا الشيء عم تشوفوه إيجابي؟ عم بيساعدكم اليوم لحتى؟ خليني أقول إنه رب ضارة نافعة. بمطرح عم بيكون في أكثر توجه للصناعات المحلية لحتى نغطي حاجات الأسواق اللبنانية أولا، وثانيا الصادرات اللبنانية. طيب وشو بالنسبة للمواد الأولية، عم تقدروا تأمنون؟ عم نقدر نأمن بصعوبة نتيجة أنه عدم توفر الدولار لشراء المواد الأولية، بسبب أنه أموال الصناعيين لا تزال محجوزة بالمصارف، رغم قرارات طلعوا فيها بوزارة الصناعة مع حاكم مصرف لبنان بأنه يكون في أكسجين لون للصناعيين 100 مليون. نعم. ال 100 مليون الحقيقة ما قدروا أخذوا من الصناعيين لهلا إلا حوالي 40 أو 44 مليون دولار، نتيجة العراقيل بقبول الطلبات بالمصارف والتأخير بمصرف لبنان. يعني العديد من المصارف ما بتقبل تعطي أكسجين لون للصناعيين من أمواله يحرروا له إياها لحتى يشتري مواد. برأيك حاج إنه الصناعات الغذائية اليوم بلبنان قادرة تأمن الاكتفاء الذاتي للبنانيين؟ على الأكيد نحن قادرين. منقول عندنا أهم صناعات غذائية موجودة في لبنان، و 60% منها متمركز في منطقة البقاع. بيعرف ساعات المدير العام والعديد من المستمعين والمشاهدين اللي عم يشوفونا الليلة أنه أكبر صناعات موجودة في لبنان هي بالبقاع، عم نحكي صناعات غذائية. خدي قطاع لمبيد اللي له فضل ساعات المدير العام ضيفك الليلة برفع هيدا القطاع إلى من 3 مليون قنينة إلى 10 مليون قنينة تصدير، إلى 50 مليون دولار صادرات. هيدا تجربة تعميم تجربة قطاع لمبيد على القطاعات الثانية، قطاع الموني أو زيت الزيتون أو غيرها. نحن نعتبر أنه هيدا بيكون شيء جيد. بدي روح على مطرح كثير مهم، أنه الاكتفاء الذاتي اللي عم بقولي عنه كثير، نحن كنا بنكون محظوظين لو سعادة أو معالي وزير الاقتصاد كان شوي أنوع اقتنع بأنه يدعم زراعة الحبوب وليس استيرادها. حتى لو رحنا على الاستيراد، عندنا مكتب الحبوب والشمندر السكري
الاستاذ يوليوس بربيري كمان نشيط، قادرين من خلال الملحقين الاقتصاديين احنا نستورد الحبوب لصالح الدوله على غرار النفط على غرار القمح، وتتوزع الى التجار من قبل الدوله او تنبيع بتعاونيات الجيش. مش ندعم 300 سلعه ومش عارفين كيف بدنا ننتهي منها. اليوم في 700 مليون دولار شهريا عم بيروح الدعم معروف، وانا عم بيروح الى ما وراء الحدود، عم بيروح لعالم لتجار الازمات اللي عم بيغيروا الامبلاج تبع البضاعه وبيرجعوا بيبيعوها. بعض التجار عم يستغلوا هيدا الموضوع حتى ما نعمم، لانه في بدي كرر في التجار بلبنان شرفة ونضاف، حرام الاساءه لهم. القطاع الصناعي في لبنان يشهد مرحله جيده جدا، في مصانع جديده طالعه بالبقاع اليوم، صناعات غذائية جديدة، أكثر من 4-5 مصانع موجودة هلأ عم بقيد الإنشاء. شركات القائمة عم بتبلش تنتج كاتشب، بتبلش تنتج مايونيز، عم بتبلش تنتج كتير سلع كان السوق اللبناني بحاجة لها وكان عم يستوردها بكميات من برا. العمل على الترابط بين الوزارات اللي موجود حاليا، سهولة التعاطي مع المدراء العامين، اليوم مدير عام وزارة الاقتصاد دكتور محمد حيدر على طول متجاوب، كمان مدير عام وزارة الصناعة، مدير عام وزارة الزراعة، عم نحكي بثلاث وزارات أكثر نحن على علاقة مباشرة معهم، عم بيكونوا معنا هن سهلين جدا، متفاهمين لوضعنا. وبلشت العلاقة بين الدولة اللبنانية والصناعيين من خلال المدراء العامين تكون أفضل. وزارة الخارجية عم تلعب دور، بدي كرر على الدور المهم اللي عم تلعب وزارة الخارجية من خلال الملحقين الاقتصاديين اللي هن ذهب لبنان المنتشر في العالم. كثير في داتا مهمة وصلتنا، وأنا بدي أشكرك على الاستضافة. شكرا كثير لك رئيس تجمع الصناعيين بالبقاع أستاذ نقولة أبو فيصل.